كرعة دوري أبطال أوروبا، يعني على رأي المثل كرة القدم أحيانا بتعطيك فرصة للانتقام، بتاخدها ما بتاخدها، بتعرف تتناولها مظبوط أنت وشطارتك أو أنت حر. وأحيانا كرة القدم بتكون هي مصدر حظ، بتعطي حظ لشخص أو لفريق ما بتليق فيه إلا البطولة. هذا الحال يلي صار بالقرعة الرائعة المثيرة للجدل لدوري أبطال أوروبا. رح بلش دغري مباشرة مع ردة فعل لاعبين فيكتوريا التشيكي لما عرفوا حالهم وصلوا أو وقعوا بالمجموعة البركانية إن صح التعبير يلي بتضمهم إلهم إلى جانب إنتر ميلان وإلى جانب برشلونة وإلى جانب البعبع بايرن ميونخ. شوفوا ردة فعل اللاعبين ومنكمل الفيديو. يا حرام الشوم عليكم. بالنسبة لهيدي المجموعة الأمور يعني محسومة أو واضحة، هيك الثلاثة الكبار اثنين منهم بده يتأهلوا، مين؟ برشلونة واحد منهم، بايرن ميونخ واحد منهم، وانتر ميلان واحد منهم، وكيف أنا ما بعرف. ننتقل للمجموعة يلي أنا شخصيا كنت ناطرها وكنت ناطر اليوفي يوقع فيها، بس لحتى نفرجي شو حنعمل بالفريق يلي خربط كيان كرة القدم بأوروبا، فريق البي اس جي أتكلم. نعم اليوفي وقع بمجموعة باريس سان جيرمان إلى جانب بنفيكا، هذا بخوف كتير يعني، يا ما عملنا عقد، وفريق ما بيتسمى، فريق ما بيتسمى. نحن هيدي واضحة الأمور، نحن اليوفي حنتصدر المجموعة وهوليك يخبطوا ببعض. بطل أوروبا، هالفريق يعني بتحس كل شيء بالعالم مسير لخدمته وطريق ممهد للخروج بأقل الأضرار الممكنة، و يعني مش زحف، الانطلاق بسرعة الضوء نحو المباراة النهائية عن ريال مدريد أتكلم، يلي اجى مع لايبزيك وشختار دونيتس والسلتيك. ريال مدريد محسومة، وبنسبة كبيرة أنا بقول شختار رح يعمل مفاجأة كالعادة.